اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودنا حضراتكم كل حلقه بنكشف سر من اسرار الضيف الموجود معانا. وبصراحه النهارده انا طالعه لوحدي، الضيف مش موجود معايا، بس مع ذلك احنا هنعرف سر من اسرار مهنته. هيكون معانا ان شاء الله كمداخله تليفونيه استاذ احمد رضوان، صاحب مكتب رضوان لفن وكسر السيراميك. النهارده عنوان الحلقه بتاعتي بعنوان اسس بيتك باقل التكاليف. صراحه استاذ احمد لما جيت عرضت عليه ان هو لازم يشارك معانا في البرنامج رفض، لان هو كان عايز اهم حاجه المبادره بتاعته توصل لاكبر عدد من المشاهدين. مبادره ايه؟ اسس بيتك باقل التكاليف. انا دلوقتي كشاب او شابه داخله على الجواز، في طبعا التزامات عليا، التزامات على الزوج. فاستاذ احمد في الجزئيه دي هياسس البيت بتاع حضرتك باقل التكاليف، بمعنى ان هو هيشطب لحضرتك الشقه باقل تكاليف ممكنه. ايوه، باقل تكاليف ممكنه، لان هو بيعمل حاجه جميله جدا، بيجيب الكسر بتاع السيراميك وبيعمله كزخرفه فنيه تقدر حضرتك تعمل شقتك بيها وما فيهوش اي ضرر ولا اي حاجه خالص. هو بيعمل اشكال صراحه في الارضيات وفي الكافيهات والحدائق والمتنزهات، بيعمل اشكال زخرفيه كويسه جدا. فطبعا احنا ان شاء الله منتظرين المداخله التليفونيه علشان نعرف ايه طبيعه الشغل بتاع استاذ احمد. ان شاء الله هنستفيد من الحلقه ديت، وان شاء الله هتكون حلقه مفيده لجميع الضيوف. معانا مداخله تليفونيه استاذ احمد رضوان. الو 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 الو، ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا استاذ هين؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. والله احنا المشاهدين كلهم عايزين يعرفوا المبادره اللي حضرتك عاملها، ازاي تاسس بيتك باقل التكاليف. حضرتك ممكن تشرح لنا طبيعه شغل حضرتك ايه؟ احنا ان شاء الله الشغل بتاعنا عباره عن شغل كسر سيراميك. الشغل دوت بالمتر بتاعه بيعمل 25 بلاطه مصنعيه غير النقش. تمام. الكسر دوت بنجيبه نازل من المصانع، الكسر اللي بيجي من المصانع وكده، فشغالين المتر بتاعه ب 25. تمام يا فندم. تمام. تمام. دوت بيوفر على الشباب، في وجهة نظر حضرتك بيوفر على الشباب حاجات كتير طبعا. تمام. طيب بيوفر كتير طبعا. تمام. النهارده لو احنا مثلا بنيجي نشتغل، لما بنيجي نشتغل بنشتغل متر بلاطه مصنعيه ب 25 بلاطه مصنعيه، احنا لو هنعمل مثلا 100 متر في 25 ب 2500. لو مثلا واحد شاب مثلا داخل على جواز مثلا ومثلا مش قادر ان هو يجهز شقته وكده، اكيد طبعا. لا، ال 100 متر دولت، لا، ما انا عن نفسي انا شاب، ال 100 متر دولت لقيتهم مثلا هيصرفوا معايا بالمون بتاعتهم بلاط ومصنعيه بالمون، لقيتهم هيصرفوا في حدود 10,000 جنيه. احنا ممكن لما لقيت نفسي بشتغل بالشغل دوت وجربت عندي هنا في الاماكن اللي حواليا وكده، لقيت الناس بتدعي لي، فحبيت المجال لما لقيت الناس بتدعي لي استمريت فيه. طبعا. حضرتك انت شايف الشباب دلوقتي بيعانوا من التزامات كتير عليهم وبتكاليف باهظه، فاحنا بنحاول النهارده الحلقه بتاعت حضرتك بنحاول النهارده نوصل لهم رساله، يا جماعه الشغل بتاع استاذ احمد بيعمل شغل كويس جدا وباقل التكاليف، نبدا بيه وان شاء الله اللي جاي احسن. ده الرساله بتاعتنا النهارده في الحلقه ان شاء الله بامر الله. حضرتك احنا عايزين برضو نعرف ايه المشاكل اللي واجهتك في المجال ده. هو ما فيش، الحمد لله، يعني حد انا بقالي في المجال دوت شغال بقالي 15 سنه في المجال دوت، ما فيش الحمد لله مشاكل قابلتني خالص. ليه؟ لان احنا شغالين بانتظام، يعني عاملين ماشيين على سيستم معين. احنا الحمد لله احنا شغالين كل يوم معانا 10 فرق، كل يوم في فرقه طالعه في بلد شكل. احنا قاعدين في القليوبيه، شغلنا احنا الموقع بتاعنا في القليوبيه وشغالين في جميع المحافظات. تمام. تمام. فكل بلد بيبقى فيها ناس تبعنا شغاله، الناس دي تبعنا، بس كلهم من موقع واحد، كلهم من القليوبيه. بننزل الصعيد وبننزل اسكندريه وبننزل اي مكان، راس سدر، الغردقه. يعني حضرتك مش مرتبط، حضرتك مش مرتبط بالمكان اللي انت قاعد فيه، لا، يعني حضرتك في جميع المحافظات. لا، انا مرتبط بجميع المحافظات حاليا دلوقتي. الاول ما بدات كنت شغال شغل في القليوبيه بس. تمام.
لما لقيت بقى الدنيا كده قلت ما ايه نخدم بقى الدنيا كلها ونشتغل ونعمل، اشتغلنا شوية على السوشيال ميديا وعملنا موقع لنفسنا وكده يعني. تمام. طيب انا شايفه ان الشغل بتاع حضرتك دلوقتي يا استاذ احمد بيتعرض على الشاشه، شايفه ان حضرتك ده فعلا فن، اللي انت تاخد السيراميك صغيره جدا وتحاول ان انت تعمل منها لوحه فنيه، فانا شايفه ان الشغل ده يعني بسم الله ما شاء الله عايز كمان يعني مهندس. اما شغل ديكورات ده احنا اه شغل طبعا الديكورات ده شغل فنيات احنا بنعملها. اول ما بنصمم الشغل الاول على الورق، بنصمم شغلنا على الورق وبعد كده بننفذه بتنفذه. طب يعني انا على الارضيه. العميل اللي بيجي لحضرتك ممكن تطلع له مثلا زي كتالوجات كده وتقول له انا هعمل لك مثلا في الريسبشن ده كذا، هعمل لك في المدخل الفيلا بتاعت حضرتك كذا، صور حضرتك عندكم؟ طبعا بيبقى معانا صور واحنا داخلين على صعب الشغل، معانا صور على التليفون اللي هو عايزه بيختاره واحنا بننفذه. الصور متذاعه دلوقتي حاليا يا استاذ احمد على الهوا. تمام. انا شايفه كمان ان انتم ممكن بالكسر بتاع السيراميك ده تعملوا كمان سلالم، يعني في من ضمن الصور في سلالم معموله، بدل ما نروح في نعمل رخام ويتكلف كتير، لا احنا ممكن نعمل بالكسر السيراميك ده سلالم يبقى شكلها كمان شكله شيك جدا الدرج وما يزحلقش ما بيزحلق. طب ما حضرتك بيزحلقش زي السيراميك العادي. قول لنا ايه مميزات الشغل بتاع حضرتك، يعني هل بيسرب ميه؟ لان انا شايفه مثلا ان هو كسر ممكن ميه كده تتسرب على الاسطح. لا هو الشغل بتاعنا عامة بيبقى عاشق ومعشوق، بنعشق البلاط كله عاشق ومعشوق في بعضه. تمام؟ تمام. اللي هي الفواصل بينها وبين بعضها البلاطة ديت احنا بندي لباني صافي على الأرضية، وبعد كده بندق الأرضية بنثبت الأرضية بتاعتنا وبندخل بقى معانا مادة بقى هي اللي هي الاستوك، المادة كده تدريب احنا عاملينها مشغلين بيها بقالنا 15 سنة الحمد لله، يعني مفيش حد اشتكى منها. الحمد لله. أسمنت أبيض ولون سكين مركز، وبندخل أسمنت صافي وبودرة بلاط ناعمة. التدريبة دي بنعملها دي يعتبر بيستخدموها في التصنيع بتاع السيراميك. مادة عازلة، فالفواتحات دي كلها بنخليها كلها حتة واحدة، دي زيها زي السليم كلها حتة واحدة، تمام. مفيش عالي مفيش واطي مفيش الكلام ده كله. تمام. يعني الموضوع ده آمن زيه زي البلاطة العادية أو السيراميك العادي، ملهوش أي دخل إن هو يحصل فيه دفوهات أو عيوب؟ لا مفيش في أي حاجة، إحنا عامله أنا عامله عندنا في بيتي، عامل 3 شقق منه في بيتي، ومع ذلك ان انا عامل شغل في الشقه شغل كتير، بس تمام. ايه اللي يخليني اكلف مثلا 10,000 جنيه ولا 11,000 جنيه في قلب ارضيه وفي الاخر هفرشها؟ انا طبعا عن نفسي حسبتها كده، في الاخر هفرشها. تمام. وده هفرشها وده هفرشها، عملتها رخام هفرشها، عملتها كسر سيراميك هفرشها. اكيد. تمام. إيه اللي خلاني عملت كده وعملت الشقق وعامل شغل كتير في الشقه وده مفروش، بس فلقيت نفسي بوفر، اللي انا وفرته من هنا حطيته بقى في الديكورات بتاعت الشقه في حاجات ناقصه كده يعني. تمام. يعني هو بسم الله ما شاء الله ان الشغل بتاع حضرتك امن في اي بيت او في اي كافيه او في اي مصنع. في شقق ومخازن واسطح ومنازل ومصانع ومحلات وكافيتريات، كل حاجه احنا الحمد لله احنا شغالين فيها. حضرتك بتتعامل مع كم يعني كذا مصنع مش مصنع واحد عشان تقدر تجمع كميه السيراميك الكسر دوت وتعمله للعميل؟ احنا بننزل، احنا واخدين شغل توكيلات من مصنع كليوباترا، بنسحب الكسر اللي هناك، واخدين توكيلات مصنع بره برضه في السويس بناخد برضه الكسر من هناك، يعني في كذا مصنع واخدين منهم احنا التوكيلات ان احنا بنسحب الكسر ده. الكسر عندنا بينزل بجرار، مش عربيه قلاب ولا كده، لا ده بينزل كميات كبيره، لان الشغل دوت النهارده مطلوب جامد. تمام. يعني اما يعتبر مطلوب اكتر من السليم. انا في الاول خالص كنا معانا ناس شغاله في السليم وكده، النهارده ده سابوا السليم واشتغلوا في الكسر. تمام. يعني لا الشغل دوت مطلوب، يعني دلوقتي الشغل دوت بقى مطلوب، ان هو اي حد دلوقتي يجي يقول لك لا انا طالب منك ان انت تعمل لي من كسر السيراميك دوت بورتريه كويس جدا او فني زغرافي كويس، بقى مطلوب في اي حته دلوقتي الشغل بتاع مطلوب على حضرتك. جميع الارضيات، ومطلوب على جميع الارضيات وشغلنا في جميع المحافظات.
تمام. طب احنا الحمد لله يعني احنا شغلنا دوت قادرين ننفذ من اول متر لحد 500 متر في اليوم. تمام؟ تمام. طب بياخد في وقت اليوم، قد ايه؟ ونسلم العميل في يوم واحد، يعني جاي لي 500 متر سلمهم له في يوم واحد. اه جاي لي في شقة سلمها له في يوم واحد. تمام. معقولة يعني 100 متر يخلص في يوم واحد يخلص بالزخرفة والنظام اللي حضرتك عامله ده؟ يخلص في يوم واحد، اصل انا ما بجيش معايا 2 صناعية ولا كده، احنا بنيجي عدد معين على قد الشغل. تمام، بنيجي عدد معين على قد الشغل، كل صنايعي ليه مرحلة بيعملها في الشغلانة. يعني يعني حضرتك عندك فريق عمل. الشغل بيتقسم مراحل، مش شغل زي السليم مونة وبنفرد وبنركب بلاط، لا ده مراحل. علشان خاطر الجسر ده يركب بالشكل ده وعشان يتصمم التصميم ده بيتعمل كذا مرحلة. فانا عشان كده بقول لحضرتك معقولة هيتسلم في يوم اه واحد؟ لا، بيبقى كذا مرحلة وبيبقى معايا عدد صناعية بننفذ الشغل ده. طب حضرتك يعني الصناعية اللي مع حضرتك دول اكيد بيبقى متدربين وعندهم خبرة بحيث ان هم هينسقوا الشغل ده في يوم واحد، يعني مش معقولة هيجي مثلا مع حضرتك صنايعي او عامل ويعمل الشغل ده، لازم يكون ليه خبرات قبل كده. اكيد طبعا، احنا معانا مقاول، هو يعتبر احنا انا راجل صنايعي ومقاول في نفس الوقت. تمام. تمام، اللي ماسك الشغل بتاعنا واحد برضه فرد زي كده اسمه ايمن يوسف، اللي عندنا من القليوبيه. ماسك هو المقاولات بقى بتاعت شغل الكسر السيراميك معانا، وموزع معانا 10 فرق يوميا شغالين هنا في كل بلد فرقه. يعني يعني حضرتك عندك فريق عمل متكامل لأي حتة فريق عمل ولأي متكامل، احنا شقة، ممكن من 10 فرق شغالين يوميا. يعني أي مكان ممكن حضرتك توصل له عادي مفيش أي مشكلة. حضرتك اي بقى مكان ما فيش عندي اي مشكلة فيه. حضرتك لما بتيجي مثلا تروح لشقة أو فيلا، حضرتك بتقول مثلا للعميل إن أنا مثلا عايز وسيلة مواصلات، ولا حضرتك كمان بتجيب معاك وسيلة المواصلات بتاعتك بكل لا حاجة؟ كل ده هو داخل في ال25 جنيه؟ المتر بتاعي شامل بلاط ومصنعية فقط. تمام. تمام، لكن المون ووسيلة المواصلات اللي هي نقل البلاط دي بتبقى على العميل، على حسب موقعه بقى، هنا في الصعيد، في القاهرة، في اسكندرية، بتبقى على حسب موقعه. ليه؟ لأن احنا شغالين بشغل رمزي، بلاط ومصنعية حاجات رمزية، 25 جنيه. تمام، بس طيب حضرتك يعني دلوقتي مالكش فروع تاني في محافظات، ولا هو الفرع دوت بس اللي حضرتك قاعد فيه؟ لا، هو الفرع دوت الاساسي اللي احنا شغالين فيه دوت، هو من القليوبيه كله، القليوبيه الصناعيه اللي معانا كلها والعمال اللي معانا كلها من القليوبيه، فاحنا بنتقسم لجميع المحافظات. تمام. تمام، يعني احنا كل الشغل دوت بيجي معانا، احنا 10 مجاميع بيجي الشغل دوت بيتقسم معانا بقى، ايه، كل مجموعه في بلد، كل مجموعه في محافظه كده يعني يوميا. تمام. يعني حضرتك برضو بيبقى هو الفرع ده الوحيد، لكن حضرتك مستعد ان انت تنزل في اي محافظة من محافظات مصر ان انت تعمل الشغل ده؟ في جميع المحافظات شغالين. تمام. طيب دلوقتي حضرتك ليك بيدج على السوشيال ميديا بحيث ان حضرتك عارض فيه الحاجات ديت شغلك؟ عندنا بيدج اسمه الرضوان لتركيب كسر السيراميك، وعندنا كسر سيراميك الرضوان لكسر تمام السيراميك في جميع المحافظات، تمام تمام عليه جميع أعمالنا وشغلنا في شقق وسطح وكل حاجة يعني. تمام على تمام جميع الأرضيات موجود، يعني البيدج بتاعنا كبير يعني على الشغل. طيب حضرتك ممكن برضو تقولوا للسادة المشاهدين بالبيج اسمه ايه عشان اي حد يدخل ويشوف الشغل ده ويتواصل مع حضرتك؟ البيدج بتاعنا إن شاء الله اسمه الرضوان لفن وزخرفة كسر السيراميك. رضوان لفن وكسر وزخرفة كسر وزغرفة السيراميك. وكسر السيراميك. طيب حضرتك بتستخدم مكن برضو، يعني انا شايفة الدقة وصغر السيراميك صغيرة، بتستخدم مكن عشان تخلي كل قطعة قد بعضيها، ولا بتاخده لا، كده كسر وبتعمله؟ احنا بنعشق دي شغلة عشيمة، ما بنستخدمش مكان فيه، احنا بنعشق السيراميك في بعضه، والاول خالص بنعمل الرسمة بتاعتنا على الارض، بعد ما بننفذها على الورقة بننفذ الرسمة على الارض، بعد كده بنرص البلاط اللي هو الفواتح داير ما يدور، وبعد كده بنرص ايه الرواميل بتاعت اللي هي الرسمة بس. تمام. طب حسب بقى كل واحد وذوقه، انت قلت كل لي واحد ذوقه، كل واحد هو عايز ايه بنعمله.
تمام. انت قلت لي في بدايه الحلقه ان انت مصورين شغلكم على الموبايلات ومصورين شغلكم طبعا طبعا على هيئه صور برضو للعميل لو حب يعمل الشكل ده والشكل ده، بس هي التكاليف واحده مهما كان المنظر ومهما كان الشكل، هي التكاليف واحده؟ التكاليف واحده علشان خاطر حاجه واحده، احنا دلوقتي لما بنشتغل بنطلع معانا الكسر بيجي غوامق وفواتح، تمام. الفاتح بتاعنا بنعمل بيه الداير، الغامق بنعمل بيه الرسمه، صاحب العميل بقى اللي جاي لنا حابب يعمل ديكور زياده عن اللي احنا عاملينه دوت، بيجيب له مثلا كسر غوامق، واحنا يجيب كسر غوامق من اي معرض يقول له انا عايز شويه كسر غوامق، يجيبهم لنا احنا بننفذ له بيه برضه ايه الرسومات اللي هو عايزها دي من ضمن الحساب بتاعنا عادي. يعني مفيش تكاليف زياده، هي التكاليف لا هي هي مفيش. مهما هي كان هي. المنظر ومهما كان الشكل. مهما كان المنظر ومهما كان الشكل. تمام. طيب تمام. استاذ احمد دلوقتي تنصح الشاب بايه وهو بيجهز شقته؟ تنصحه ان هو ياسس بيته باقل التكاليف من خلال شغل حضرتك؟ انا عن نفسي انا لما اشتغلت هنا في داخل القليوبيه وكده بامانه الشباب كلها بقى تدعي لي تمام. فشجعتني ان انا اشتغل في المجال دوت، وانصحهم ان هم دلوقتي لما شاب مثلا داخل على شقه 100 متر هيجيب لها بلاط مثلا بسكه 10 11000 جنيه تمام، هيكلف نفسه مبلغ وفي تمام الاخر هيتفرش، وده الوقت لو عملت رخام في قلب الشقه هفرشه. تمام. ان انا بتكلم برضو دي هي بتبقى ايه يعني، في ناس قادره بتقدر ان هي تجيب رخام وتجيب سيراميك، في ناس مش قادره ان هي تعمل حاجه زي كده تمام. تمام، فلازم برضو الواحد ايه بيقرب المسافه للناس اللي هي مش قادره دي، بنعمل لهم برضو حاجه نظيفه وفي نفس الوقت حاجه شكلها حلو وارضيه مظبوطه زيها زي السليم مفروش يتفرش عليها مفيش فيها الهوا. استاذ احمد انا بشكرك على المداخله التليفونيه ديت، وبتمنى بجد ان الساده المشاهدين يكونوا فعلا قدروا يستفادوا من كلام حضرتك. شكرا يا استاذ احمد. زي ما استاذ احمد كلمنا عن الشغل بتاعه، بتمنى ان احنا نجرب الشغل دوت، مش عيب ان انا ابدا اعمل في بيتي او في الجنينه او في الكافيه الشغل دوت، لان احنا دلوقتي زي ما حضرتكم عارفين ان الحاجات بقت بتكاليف باهظه، نبدا بالصغير عشان ان شاء الله نبدا بايه بالكبير. في نهايه حلقتي انا بشكر الساده المشاهدين، وبتمنى فعلا ان هي تكون حلقه استفاد بيها المشاهدين، وان شاء الله على موعدنا يوم السبت القادم الساعه 2 الظهر مع موسم جديد من اسرار الحياه. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.